السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا اللوبيا الخضراء بالثوم والزيت، أكلة بسيطة وسهلة ولذيذة جدا جدا، إن شاء الله راح تعجبكم بإذن الله تعالى. وصحتين وألف عافية السلفة. حبايب ما بدي أوصيكم، الله يسعدكم، اشتراك وتفعيل الجرس، وإذا كنتم مشتركين كمان كثرون لايكات، الله يسعدكم. نروح المقادير مباشرة أحبتي. عندنا لوبيا خضراء 1 كيلو، 1 كيلو لوبيا خضراء تازة مكون يعني جايبينها، وفي عندنا ثوم كمان 4 أسنان تقريبا. هاي المقادير، في ملح وزيت. بعدين أما راح نبلش بالطريقة، بنفرم اللوبيات بالقطع اللي بدنا إياهن ونجهزهن. وبنحط تقريبا شي 6 ملاعق زيت أبيض قاعة الطاسة، بنحط أول شيء الثومات فوقهن، بنقلبهن شوي شغلت يعني دقيقة، بننزل عليهن لوبيات مباشرة وبنقلبهن مشان بس يعني غير لونهن شوي شي بسيط. نضيف لهم ملعقتين ملح صغيرة أو ملعقة كبيرة نفس النتيجة، نقلبهم شوي. بنضيف لهم مي 1 كاس بس. وبنتركهم تقريبا 20 دقيقة. بعد ما نغطي عليهم نتركهم 20 دقيقة بكون جاهزه، يعني سهله كثير الاكله وطيبه جدا. وبنصبهم دغري يعني بصحن التقديم. صحتين والف عافيه. هاي طبختنا اللوبيا الخضراء صارت جاهزه، يعني شايفين ما شاء الله بزمن قياسي صارت، وسهله ولذيذه جدا. هي من على فكره من احب الاكلات اللي يعني بشتهيها، اكله طيبه كثير ورائعه جدا، يعني ما شاء الله طيبه جدا. وصحتين والف عافيه. هاي صارت اللوبيا الخضراء يعني رائعه جدا منظرها، شوف صلاه على النبي، وكمان نكهتها طيبه كثير. يعني بتمنى الجميع يعني يتناولها بما انه دنيا الصيف وموسمها. احبتي واعزائي، يعني لا تنسونا من الدعم والاشتراك وتفعيل الجرس كي تروا كل جديد. ما بدنا نوصيكم، الله يسعدكم، ان عجبكم الفيديو حطونا لايك، وان ما عجبكم الفيديو كمان حطونا لايك على الجهتين، حطونا لايك، اللي ما اشترك يشترك، واللي اشترك كمان يتنشط لنا شوي، يدعمنا ويشجعنا. الله يسعدكم جميعا، ان شاء الله دائما امشوكم بالخير والسلامه، كما دوما على الشوق نلتقي. نستودعكم الله، وبامكانكم ايضا تشتركوا بالقناه الثانيه، قناه بين اطيات التاريخ، هاي رابطها موجود بصندوق الوصف. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.